مرحبا، معكم سامي كورجين ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تعليم ادوبي بريمير. من بعد ما تعلمنا كتير اشياء، اليوم حنتعلم كمان اشياء مهمه. من بعد ما انت قدرت صرت تعمل قادر تعمل فيديو فلوج او اي شيء، في اشياء بعد لنتعامل بالصوت والصوره فيها. اليوم حنتعلمهم شوي شوي، ستيب باي ستيب، كيف نفهم البيزكس تاعونه لحتى نقدر نفهمهم صح ونقدر بعدين نحن نخترع اشياء. فانت حتوصل لمرحلة انه انا عم شوف سامر شو عم يشتغل، فعم بفهم صح اكتر واكتر. فهلا خلينا نتعامل مع الصوت والصورة، وبدي اقلكن على تولز شورت كاتس الى كمان حتفيدنا. فخلينا ننط لهون. بما انه هذا البروجكت اشتغلناه قبل، خلينا نعمل شيء جديد. انا محضر هون فيديوهات، خلينا نشوفهم شو هون. اوكي، هلا هون في شغله حنتعلمها جديده، انه انا عندي سيكونس وفيني هول اعمل دراج اند دروب بنفس السيكونس، بس انا بدي احطهم بسيكونس جديده. شو بعمل؟ خليني اعمل كنترول زد. فيني اعمل نيو ايتم سيكونس، بس خليني اقول لكم شغله، انه انا هول بركز اذا كانوا كاميرا وحده، ففيني اعمل دراج دروب هي هون، فهو لحاله بيفتح سيكونس وبسميها على الفيديو اللي انا مسكت، يعني مسكت من هالطرف. يعني خليني كنترول زد كنترول زد، انا عملت هون مسكت هيدا اللي هو رقمه 966962، فحيعمل الاسم على هيدا الرقم. هلا هيدا مش مهم، بس خلينا نعمل كنترول زد، ناخد اول واحد وخليني ارجع سميه مثلا. هلا هون انا ما كبست انتر لانه انا عامل سيلكت، فيني ارجع اكبس سيلكت هون، بقدر سميه، فيني مثلا خلص هو سيلكت بكبس انتر فبسميه مثلا ديتوريال 2. اوكي، وتغير هون كمان. فهلا في عندي مثلا هاد اللقطات هون مزار، وفي انا هون عم بحكي. خلينا نشوف شو هذا الفيديو بيحتوي. فهيدي القبور اللي عم نقدر نشوفها هلا بعد في كتير تحت، هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا. اوكي، هذا بارت من الفلوج انا عامله، اذا بتحب تشوفوه راح احطه لينك بالدسكريبشن تحت، وتقدر تشوفوه. خليني اعمل زوم ان، خليني اقطع من هون. اكيد انا هذا البارت ما بدي اياه. شو هي الشورت كات؟ يلا اللي اياها. اوكي، كيو كيو، بقدر اقطع من هون وبعبي الفراغ دغري بسرعة. وبدي انهي الفيديو مثلا. اصحابه واصدقائه وعيلته اوكي لهون، خلينا نكتفي بهون. بدي شيل كل هذا الشيء، بكبس دبليو، سوري كبس كيو بالغلط سامحوني، دبليو. ف عندي هذا الفيديو، فبدي اعمل اشياء فوق بعضها وبدي احط اشياء جديدة. طيب هلا فيني انا مثلا احط هذا الفيديو فوق منه. طيب حطيته هون، اوكي صار فيديو فوق هذا الفيديو، بس عندي مشكلة. شو هي؟ انه الصوت صار فوق بعضه هون، بس مش دليل، مش يعني انه صاروا فوق بعضهم، هذا الصوت اكل من هذا الصوت. فاذا بعمل بلاي الصوت صوتي انا عم بحكي مقطوش، وبيبين الامبيانس تبع هذا الفيديو. خلينا نشوف كيف صار. شوف هلا بعد في كتير. اوكي، هذا غلط تعمل هيك. ففيك تعمل اذا بدك تحافظ على الصوتين مع بعض، فيني انا مثلا نزل الاوديو تحت وبرجع الفيديو بعليه لفوق. صار عندي انا نزلت هيدا لتحت، صار عندي هون في اقدر احطه، والفيديو كمان بدون ما اقطع الصوت او اكل منه. شو السبب؟ لانه انا اذا عملت مثلا سيلكت لهيدا ورجعت الفيديو لورا، هلا اللي عامله سيلكت هو بضله محمي، فبدي ياكل من اللي انا حطيته فوقه. هلا هو مش فوقه، بس انه قصيت منه وقعد محله يعني. فكنترول زد، انتبهوا للشغله، بنزل الاوديو لتحت، بعلي الفيديو لفوق، وبحط مطرح ما بدي. طيب هلا لا بعشي كتير تحت. اوكي، هذا الكات ما بدي اياه، بدي اعمل فيد. اكيد شو بعمل؟ فينا اعلم على الاول هون، وبدي اعلم ضوي هيدي، بكبس عليها وكنترول دي اللي هي الفيد ان. طيب ونفس الوقت للصوت كمان فينا اعمل كنترول شيفت دي
بعمل فيد للصوت. طيب بلا هلا بقي كلها سامر شو هي الشورت كت الجديده اللي بدك تقلنا اياها؟ راح اقول لكم اياها. خليني مثلا قبل معلم سوري حاطفي هيدي تمام وطفي هول الاثنين كمان انه حتى ما تفكرون انه معلمون. فيني اعمل فيد ان فيد اوت بكل سهوله. كيف؟ بس مجرد اعلم عليها لو حتى مش معلمي هون يعني مش مضوي الازرق فيني اكبس كنترول دي لحاله بيعمل فيد ان فيد اوت. او بعدين بقلكم شغله انه ممكن تتغير هيدي الترانزيشن بالكنترول دي. فخلينا هلا بس اقلكم انه كنترول دي فينا اعمل ترانزيشن الموجوده هن كانوا هنا كمان نفس الشيء اذا كبست انه معلم عليها سيلكتد كنترول شيفت دي بتطبق الفيد ان تبع الصوت. كنترول شيفت دي هي ترانزيشن للصوت كنترول دي هو ترانزيشن للفيديو. فصار عندي كتير شورت كاتس لهول كتير مفيدين وكتير بوفروا الوقت. فبعمل بلاي بدي اشوف شو صار. شوفها هلا بعد في كتير تحت هن كانوا من التلاميذ يحيى كتير سموث الصوت فات بدون ما نحس شوي شوي يعني هيك. ف هن كانوا من التلاميذ يحيى فندي. طيب هلا انا بدي افصل الصوت عن الصورة. طيب بدي استعمل هذا الفيديو كمان هون بس بدي اخلي الصوت. او خليني مثلا اعمل شغلة انه هذا الفيديو اطول من هيدا. طيب خلينا اعمل كنترول زد. طيب برجع كل شيء لمحله. بدي هذا الفيديو حط مثل ما كان هيدا موجود هون. بوطي الاوديو بعلي الفيديو بحطه بمحل ما هون. طيب او خليه هون وبعمل كنترول دي كنترول شيفت دي. حالكم انا كيف بشتغل لانه الصوت انا بهمني مثلا الامبيونس مع الفيديو هون لربما انه مثلا في شيء هون بدي اضيفه بهالفيديو. فكيف فينا انا افصل الفيديو عن الصوره؟ فهيدي القبور اللي عم نقدر نشوفها هلا لانه دغري بلش. خلينا نشتغل فيه لوحده هيدا مثلا من هون كيف بلش. فهيدي القبور اللي عم نقدر نشوفها. طب بلش الفيديو دغري انا بدي اعطي وقت شوي. هلا في طريقتين. في الطريقة التقليدية اللي هي انا ما بنصحك فيها لانه بتضيع وقت بتعمل رايت كليك انلينك. طيب صار عندي انا انفصل وفيني اتحكم بالفيديو بدون ما يتأثر الصوت مثل ما هون مثلا بعدهم لينك مع بعض. كيف ما انا حركت الفيديو اثرت الفيديو او قدي اثر الصوت فاتنيناتهم مرتبطين ببعض هون صار منفصلين. طيب كنترول زد لحتى رجع كل شيء لمحله رجعوا لينك مع بعض. طيب انا اذا بحال عملت ان لينك وبدي احطه هون وبدي ارجع هذا لورا. طيب بدي انا شوي كمان الاوديو يمشي معه بدي ارجع مثلا اعمل هيدي مع شيفت لحتى اعلم اثنين مش كنترول. طيب بدي ارجع اعمل لينك لحتى اذا حركت هول اثنين مع بعض لبقة كتير كتير كبيرة. فالطريقة الاسهل انه انا رجعتهم مثل الديفولت لينك بدي اقصر الفيديو شوي بدون ما اعمل لينك وبدون هالطوشة كلها. سامر اعطيني اختصار. هاعطيك اختصار. فيك انت تكبس الت وتعمل دراج لاي شيء بدك اياه. مثلا انا بدي اقصر الصورة انا كابس الت وبكبس على الماوس وبزيح لمطرح بدي وبشيل ايدي قصر الفيديو بدون ما يتأثر الصوت وبنفس الوقت اذا كبست اثنيناتهم بعدهم لينكد ففينا حركهم اثنين كيف ما بدي. هذا شورت كات كتير بفيد كتير كتير. ففيني مثلا بن هون مثلا بدي اكبس اولد بدي وطي بدي شيء بدي قصر الصوت بوم بعدهم لينك كنترول زد. خلينا نرجع لمحله. طيب فهيدي القبور اللي عم نقدر نشوفها هلا بعد في كتير تحت هن صار عندك اشياء كتير تعملها. هلا صرت انت قادر موفر وقت صار فيك تعمل كذا انسرت لفيديو تبعك تحط لقطات بين لقطات وهيك فيك تلعبها. فبدي اعلمك شغله تانية انه انا بدي احط هذا الفيديو كمان محل تاني بس في صوت. طب انا هذا الصوت ماني عايزه شو بعمل؟ فيني اعمل انلينك بعمل هذا ديليت. برجع بقول لك هذه الشغله بتضيع وقت. انا ضد انه ضيع وقت لانه بكون عندي ألف شغلة سويه هون
الفيديو بدي اشوفه هول، بدي شيء انا اقصر الوقت وما بدي تضلني قاعد على الكمبيوتر، لانه قعدت الكمبيوتر عن جد بتهد الظهر. او بتقعدوا بشكل صح يلي هو مثلا اذا شفتوني هلا عم بقعد هيك، بس هي القعده الصح انه تكون ظهرك جالس. هلا مش وقت انه اقول لكم كيف تقعدوا، خليني اعلمكم البريمير. ففيني انا اشيل الصوت بكبسه الالت نفسها، دني كابس الت وبس بعلم على الصوت، فبتعلم لحاله بيكبس ديليت بكل بساطه، انه خلص لا رايت كليك وان لينك وما بعرف شو صار عندكم شورت كات كتير. انت وماشي بالماوس بتكبس ال بتعلم ديليت، صار عند الفيديو لحاله. هلا فينا نحط هذا الفيديو فوق منه، وكمان اعمل مثلا كنترول دي لحتى اعمل فيد، فصار عندي تلاميذ يحيى افندي من الالماز اللي كان، صار عندي هالاشياء. فيني مثلا حتعلمكم شغله تانية، ما بدي اعمل هلا فيد، خليني مثلا حط الفيديو هون. شو صار هلا؟ هذا مثل ما قلت لكم قبل شوي انه انا هذا اللي عامل سيلكت حطيت يعني عليه لهذا اللاير، فانا حطيته وهذا اكل اتاكل منه. فكيف بدي ارجع الفيديو اللي قبل بدل ما اعمل كنترول زد مثلا؟ انا بهمني مثلا اذا حطيته هذا هون كيف فيني مثلا ارجع هيك مثلا بطريقه اسرع. فانتبهوا انا لما اعمل هالشغله، لما اعمل هون وما يرجع مع انه الفيديو بعد من بعد فيه، لانه انا هون اللينك مع بعض وهذا الصوت بالاخر، ففيني انا اقصر بس فيني ارجع الفيديو. كيف فيني ارجع الفيديو؟ بكبسه الالت وترجع، فهذا انت هيك ان سيف بدلك هون، يعني قادر تتحكم بالصوره. طيب في شغله تانية، اذا بكبس انا ان على الكيبورد كبست ان بيطلع لي هذا الايكون، ولاحظوا هون اجوا على ضوت هيدا الرولينج اديت تول، يعني اذا بيكبس في بيرجع للسلكشن تول بيكبس ان. اوكي لاحظوا هيدا، بس هيدي شو بتعمل؟ هيدي في بتعمل انه مثلا انه فيني اكبسها وحرك لس هون المقطوع، بدل مثلا اعمل في هيدا رجع لورا ارجع هيدا زيحه لهون. بكل بساطة كبسة ان فيني مثلا وفر علي، خلي هذا الكات اللي هون يتحرك وبدون ما يتأذى، يعني بعد لهون الفيديو محله، بس اللي عم بصير انه بدل ما انا اعمل هيك وهيدا ارجعه لهون، خلص وفر علي الادوب بريمير بهذا التول انه انا مثلا فيني زيح هيدا لورا. تلاميذ يحيى افندي من العمل. اوكي لا ما بدي كات من هون، بدي اعمل كات من هون، خلي هذا الفيديو مكمل. اوكي هذا التول كتير مهمة لما تكونوا عم تعملوا انسرت لشي. فيني مثلا اقصر شوي من هون، هذا الفيديو اقصره، فيني هو وعامل سيلكت اكبس كنترول دي فبيعمل فيد اوت لوحده بدون ما يعمل انترسكشن هون، فبدون ما يكون مضوى هون كمان حتى. فيني مثلا اعمل فيد بيناتهم. هلا اذا كبس كنترول دي ما حيعمل شيء لانه انا هون مش مضوى، فبكبس كنترول دي. طيب هلا حقلكم شغله كمان كتير مهمه، انا مش ضروري كل شوي روح ضوي وطفي وضوي وطفي، حقلكم شغله لو حتى كانوا مطفيين كلهم، انه اعمل فيد بطريقه هيك سريعه بدون ما طفي. يعني اذا انا عم بكبس كنترول دي او مثلا في اشياء تحت منها، خلص بدي اعمل هيدي الشغله. حد حالكم شغله كتير حلوه وبعض البروفيشنالز ما بيعرفوها، يلي هي انه انا بكبس كنترول وبعمل سيلكت هيك بهالشكل، اذا بكبس دلني كابس كنترول وبشيل ايدي عن الماوس بصير عندي انا هون علم ترانزيشن، فبكبس كنترول دي بيعطيني ترانزيشن. اوكي هيدي مهمة لأنه أنا علمت على كنترول وعم بعمل سيلكت هيك بهالطريقة، صار عندي كنترول دي برجع بكبس بيعطيني تلاميذ يحيى افندي من ترانزيشن لحتى لو طفيها. هيك توفير الوقت كتير مهم، وأنا عم بعطيك شورت كاتس. تخيل إنه أنت عم تتعلم هلا، عم تفهم وعم تاخد معلومات كيف البريمير عم يشتغل، وعم تتعلم شورت كاتس، فأنت عم تاخد ثلاث اشياء مع بعض.
فشوف هالكم الهائل من المعلومات، وانا اكيد انه انت صرت قادر هلا تعمل فيديو وتعمل له شير بال مع عند اصحابك، وحينبهروا شو طلع منك بهالفتره القصيره. فصار عندي انه صار فيني من الاول مثلا بدي اشاهده هلا، خلينا نعمل بلاي. فهيدي القبور اللي عم نقدر نشوفها هلا بعد في كتير تحت، هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. اوكي، هذا الفيديو صار عندي انا عم بحكي وما زال الصوت عم يطلع، عم شوف مشاهد. هذا كتير مهم بالفلوجز، اذا انت كنت فلوجر هذه الطريقه كتير انا بتبع هيك اشياء، فا اياك 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 بدي احذرك من هالشغلة، انه انا اشتغل انسرت فوق الفيديو هيك غلط غلط غلط، لانه انا عم بروح شيء من تحت. بما انه حتقلي صح انه فيني اعمل مثلا هيدي الطريقه اللي علمتني اياها يا سامر، بس ما بنصحك، خلي الفيديو كل شيء تحت يلي هو الاساس، مثلا انه لانه انا عم بحكي انسان عم يحكي، فاكتر شيء الانترست انه يشوف الواحد حدا عم يحكي. خلي هذا ما يعني اجمالا حتى بالاديتنج، لو انا قادر خلي هذا فوق وهذا من هون تحت. سوري، انتبهوا لهالشغلة اذا انا عم بعمل بتطول الفيديو. كيف بفهم هالشغلة؟ لما اكبس وبعد بيعطيني اثنين اروز، انه في هون ارو عم بقلي صرت بالاخر، فبكبس الالت وبزيح. فانا اذا قادر اعمل هيك، خلينا اعمل فيد اوت. كيف اعمل فيد اوت؟ بعمل سيلكت كنترول دي، كمان نفس الشيء بسيلكت كنترول دي. انا اذا قادر خلي هيك الشكل وبدون ما اضيع بدون ما اعجق حالي انا بخليه، فبعمل بلاي. يحيى افندي من العمال، ممكن ارجع اعمل فيد، ممكن ارجع اعمل فيد اوت، ارجع للقطه اللي تحتها. شغله مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. فكتير مهم حتى للدوكيومنتريز هالاسلوب يعتمد كمان. فقلت لكم انا على شغله، بس انا اضطريت لكم انه تحطهم هول بيناتهم. لا قلت لكم على هيدي التول يلي هي كبسة ان، ففيني اتحكم يمين شمال. هلا انتبهوا، انا مثلا لما عملت كنترول دي هون على هيدي، خليني امحي هاي، لما كبست كنترول وعملت سيلكت هيدي وكنترول دي، اجى على اليمين لهون الترانزيشن، لانه هذا الفيديو صار على اخره. فحامل كنترول زد، حخلي كبست ان هلا لحتى غير محل الكات، راح احط هيدو هون. هلا الترانزيشن حيجي بالنص تماما، لانه صار في فيديو هون يقدر يدمج اثنين مع بعض، فصارت بالنص تماما. من العمال اللي كانوا طيب هيك بكون نحن تعلمنا اليوم شغلة كتير مهمة، هن شغلتين، انه كيف او اكتر من شغلة فينا نستعملهم. كيف فيني افصل الصوت عن الصورة بكبسة الت، كيف فيني اقصر الفيديو بدون ما اقصر الصوت معه بالالت، كيف فيني اعمل ابلاي لترانزيشن بدون ما اكون معلم او مضوى اللاير، بعمل سيلكت او كنترول مع سيلكت كنترول دي. واكيد في هذه على الكيبورد يلي هي الرولينج اديت تول، بغير محل الكات بدون ما غير محل الفيديوز. فان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذه الحلقه، كمان انطروني بحلقه جاي، في اشياء كتير 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 بعد لتتعلموها، وبساعدوكم كتير ان شاء الله بعدين. هلا خليني اختم هذه الحلقه اليوم بحلقه التعليم ادوب بريمير، وبشوفكم بحلقه جديده. باي.